قبل بعطيكم بيتين، انا عندي معاناه مع تخفيف الوزن. ارفعوا لنا صوته يا ابو، ارفعوا لنا صوته يا ابو عزام. عندي معاناه من تخفيف الوزن فاقول كل ما عزمت اخفف واترك الكبسه واهدي تعترض مثل الهنوف اللي يسابقها حياها. بنت من عاداتها اللي حلت الصفره يعدي فوق برميله ويصدح جره يطرب صداها واستحي من نعمه الله واحترف ومد يدي واستعيذ من الرجيم اللي بيقلع مداها. اللي تسال عنها يا ابو عبد المحسن اللي هم يسمع، انا مشكلتي مشكله مع الحفظ، فاقول ملت من كفوف البخيل الضوامي وتلثمت كبد الشفاوي ولا شام الساميه تبغى من الناس سامي اللي العسرات المواقيف للطام ما يلتفت طودا على العز زامي متنه يشيل زحول وحمول وقزام ويلي تبون المختصر في كلامي لصدره بالهرج ناصح ولوام دورات بقعه ما تغير نظامي ولاني بحاجة من تردى ولا قام واللي مقامه ما يعزز مقامي ما له علي كود حقه بل إسلام لولا كذا ولا بخلت بسلامي مالي مع الخايب مواثيق والزام تموت روحي لكن الراس ضامي على مقام العز لو دربها الغام تموت روحي لكن الراس ضامي على مقام العز لو دربها الغام ويموت راسي ما يقل احترامي كرامتي ما هي على كل سوام العمر مقفي والحقيقة أمامي ماني الغير الله خاضع وخدام. سلام يضرب وجهك. سلامتك صحة أبدانكم. يضرب وجهك أبو عزام. الله يسعدك. الله يسعدك.